تحل اليوم ذكرى ميلاد أمير الشعراء أحمد شوقي، أحد أبرز الشعراء في تاريخ اللغة العربية وصاحب ديوان الشوقيات الشهير ورائد المسرح الشعري. التقرير التالي يرصد لنا أهم المحطات في حياة أمير الشعراء أحمد شوقي. أجمع عليه شعراء عصره أميرا لهم، فبقي حتى الآن أميرا للشعر العربي رغم مرور عشرات السنين. إنه أحمد شوقي الذي برع في جميع دروب الشعر من مدح ورثاء وغزل، فاستحق أن يعد أبرز الشعراء في العصر الحديث. ولد أحمد شوقي بالقاهرة في مثل هذا اليوم 16 من أكتوبر من عام 1868، وكانت جدته وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، فتربى هناك وعاش وسط الأسرة العلوية، ثم تخرج في مدرسة الحقوق ليذهب في بعثة دراسية لمدة 3 سنوات إلى فرنسا، وهناك اكتسب الثقافة الفرنسية وتأثر بالشعراء الفرنسيين. تعلق شوقي كثيرا بالخديوي عباس حلمي الثاني، وكان يمدحه كثيرا نظرا لتبني الخديوي أفكارا وطنية ضد المحتل الإنجليزي ومؤيدة للخلافة العثمانية. وبعد عزل الخديوي عباس وكتابة شوقي العديد من القصائد الوطنية، صدر قرار بنفيه إلى إسبانيا عام 1915، حيث قضى 5 سنوات بالمنفى. ولم يقتصر إبداع أمير الشعراء على لون معين من الشعر، فقدم القصيدة الدينية مثل البردة وأربع قصائد أخرى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة للقصيدة الوطنية، وأضاف للشعر العربي المسرحية الشعرية مثل مسرحيات مسرع كليوباترا ومجنون ليلى. وفي عام 1927 بايع كافة شعراء العرب شوقي أميرا للشعر، وذلك قبل 5 سنوات من وفاته في 14 من أكتوبر من عام 1932.